هي الكلية الوحيدة في المغرب اللي ما عمرها كانت تعرف المشاكل، ما عمرها عرفت شي مشكل. جميع الكليات فيهم المشاكل، والمشاكل كاينة من الطلبة ومن الإدارة ومن الأساتذة. جميعنا ما كانش نفهم في كلية المغرب إلا كلية الطب، وأنا فرحت بزاف نهار اللي مشى لكلية الطب، لأن كنت نقول غادي نتهنى منه، يعني غادي ياخذ من أحسن سنة ونتهنى منه ويخرج. فإذا بغيت تقول علينا بهذه المشاكل هذه ديال هذا ديال هذا ديال هذه الإضرابات، أولا إضراب علاش خليت واسلي 3 شهور 4 شهور غير ما كنتيش تنادو في الشهر الأول؟ فين هاد اللجنة ديالكم في الشهر الأول؟ لقيتو البيبان على الناس بحال تدقوا تحتها حتى تبلوكات تحت تبلوكات، علاش خليت تدار البلوكاج؟ شهر الأول شهر الثاني شهر الثالث وشهر الرابع. ملي نقول لكم غير نتوما راه كنهضروا مي فرام عليا، واش دابا نتوما شنو نتوما خصكم غير النظام؟ هو النظام انتوما خصكم تقراو القرايه، خلي تقلبوا على القرايه ما تقراوش على النظام. نتوما ماشي ديال النظام، النظام راه هنا حنا ناضلو، حنا اللي ناضلو، حنا اللي اباء اللي في الخدمه وفي هذا ناضلو في اجهزه المجتمع. اما نتوما خصكم تقراو، المشكل ديالكم هو تقراو، ما كاينش حاجه تقراو غير القرايه، تقراو كما كان في كونديسيون. حنا قرايه في كونديسيون ديفيسيل تري ديفيسيل. وصلنا الحمد لله ما بغيناش نقول للمعلمين علاش ما تعطيناش كان يهضر علينا واحد الطرف في كل جو، والحمد لله تفتخر بالمعلمين ديالنا والاساتذه ديالنا. ولهذا هذا المشكل 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 هذا أنا كتبت لي واحد طالبة معكم في الجامعة، أولا تنبيهكم على الصحابية ديال الصحابة ونتمنوا أنكم تزيدوا تحلوا مزيد من الصومال إن شاء الله وربما ينصركم. الفكرة اللي عندي هو إلزام ديال الناس ما واضحالهاش الرؤية اللي أنتم كتعيشوها المشاكل ديالكم وقضية من النقاط، فانتم عندكم احاسيس ومشاعر كذلك تعبان منكم، ولكن الناس الطرف الثالث ما تيحسش بكم. اللي بغيت نمشي عليه هو ذوك المطالب كيبان لي النقطة الأولى الأساسية اللي خصها توضع هي ديك من 7 سنين 6 سنين باش تجي أنت كمديرية أو لجنة مسؤولة على بلاد تربوية في البلاد وتشطب عام من كلية تقعد من 7 سنين 6 سنين وما توجدلوش واحد البلادي 600 ساعة شطبتي عليها بحق يد وما درتي ليهاش واحد الوضع اللي غيمكن يبين لدوك الطلبة أنهم غير يستافدو في السميت وكيفاش في البراتيك في السطاج في السيرشي وما جاور هادشي يعني هذا الأمر هذا الله يجزيكم بخير ولا مزيان تدخلو هنا واش الوزارة بيناتكم أن ديك 600 ساعة اللي شطبات من المرة واش نجيبو بعد إذا شي بديل ولا غير إلزام بتجارة العلم وشكرا. نحن فخورين بهذا من الشباب مع عقلية سالة وإذا كان الموقع الإنسانية تحدث عليه البعض يمكن أن نصحب على ما نقعد في بيت المستخدمين كيف الجامعة ولكن كان قراية واحدة فربما نحس الوقع من أهل الضغطة وكذلك كرائم مع بروف تدخل الدين عند الاحتياج والتعريف وعلى عندي سؤال واحد فقط ربما الشرقين ممتدين ضربة وجدة بالجوقة على قيمته قال بأن اليوم هناك فلسفة جديدة فيها شوية ديال المرونة، أنا بغيت يزيد يوضح هاد الكلمة هادي وشكرا جزيلا.